خلونا نبدأ بالمقاطع النهاردة التي تحدث فيها الرئيس، ونبدأ بما قاله عن المهندس محلب وحكومته. قبل ما اتكلم معاكم اسمحوا لي ان احنا اطلب منكم ان احنا نوجه التحية لمعالي رئيس الوزراء ووزارة المهندس ابراهيم محلب. بعد اذنكم. كنا لازم نشكرك معالي رئيس الوزراء والوزارة، لأن الحقيقة خلي بالكم في الوقت اللي احنا موجودين فيه ده أي حد بيتولى مسؤولية الحقيقة يعني هو بيضحي بحاجات كتير قوي أثناء توليه هذه المسؤولية. وبالمناسبة احنا محتاجين كلنا احنا المصريين ان احنا نخلي بالنا قوي في ردود افعالنا وفي تعليقاتنا. يعني نخلي بالنا. المهندس محلب هيبقى معانا جنب مني انا شخصيا الحقيقه، لان انا محتاجه عشان الدور. يعني المهندس محلب هيبقى معانا، ومعلوماتنا بتؤكد زي ما قلت لكم انه يعني ان الرئيس سيكرمه وسيكون مساعدا للرئيس لشؤون المشروعات.